وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق بعد التحية، يعني هي جهود جديدة تضاف إلى أجندة الجهود المصرية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، هذه المرة لإثناء الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تعليقهم لتمويل هذه المنظمة حفاظا على أرواح الفلسطينيين، كيف تنظر إلى هذه الجهود هذه المرة؟ يعني أتصور أن هذه جهود مكثفة توصلا لهذا الوقف إطلاق النار لإنهاء هذه المأساة الإنسانية. يعني كل الجهود بتتحرك في كل المسارات وعلى كل المستويات، نعم، من أجل تحقيق هذا الهدف. وأتصور أن الدولة المصرية كانت يعني حاسمة وواضحة في هذا الاتجاه وهذا الخصوص، ووضعت وبذلك الجهد الجهيد الدبلوماسي والأمن والإعلامي في كل تلك المسارات. نعم. أما بالنسبة لذلك التحرك الأخير، أتصور أنه أيضا تحرك من أجل تحقيق ليس فقط يعني عودة الأسرى، وإنما أيضا تحقيق هذا الوقف الشامل لإطلاق النار، كما يعني استمعنا منذ قليل للجانب البريطاني. نعم، حركة حماس فيما يتعلق، إذا كنت تقصد ذلك دكتور طارق، ما يتعلق بالهدنة أو الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس وشكرت بدورها الدور المصري، ولكن كنت أتحدث تحديدا عن الدور المصري فيما يتعلق بإثناء الدول المانحة للأونروا. نعم، هذا الدور المصري واضح وحاسم، لأن كان من المفروض أن لا تتوقف هذه المساعدات استجابة للقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية التي أكدت على وجوب تدفق هذه المساعدات وليس تجميد هذه المساعدات. وكان من المفروض أن يكون هناك إن كان وجه لهذه الاعتراضات وهذه الاتهامات التي لا أساس لها، أن يكون هناك ثمة تحقيق، وبعد التحقيق يتم التوصل إلى يعني فصل الموظفين الذين يتهمون بانتمائهم إلى هذه حركات المقاومة أو حماس. وبالفعل قامت الأونروا بهذا الفصل، ورغم ذلك حدث التجميد. فهذه يعني مؤازرة ممنهجة لهذا الحصار وهذا العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي. إذن على إذن كيف ترى دكتور طارق هذا الطرح الإسرائيلي لأزمة الأونروا في هذا الوقت تحديدا؟ يعني هل هي لعبة سياسية داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أم مزيد من التنكيل بالشعب الفلسطيني؟ هو مزيد من التنكيل وخطة ممنهجة لمزيد من التجويع والحصار وحرب جديدة. يعني لم يكتفوا فقط بهذه القنابل والمنازل التي محيت وأسماء العائلات التي شطبت من السجلات المدنية، وإنما أيضا بجانب هذه الحرب حرب الإبادة مزيد من التجويع والحصار ووقف المساعدات، وهو أمر يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية. نعم. التي أكدت على أن على إسرائيل أن تتخذ التدابير التي من شأنها أن تتدفق المساعدات، لكنها هذه المرة ليست إسرائيل وإنما هذه الدول الداعمة لإسرائيل سياسيا وإعلاميا تتخذ مثل هذه الإجراءات لإحكام الحصار على أهالينا المدنيين العزل في غزة. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي الطرح الفرنسي الجديد لصفقة التهدئة، وإن كانت الملامح غير واضحة بعد، هل هذا دليل على دخول لاعبين دوليين جدد لمحاولة إنهاء العدوان؟ يعني أنا أتصور أنه يعني الكل يريد أن يشارك ويقول أنه له يعني دور وإسهام في هذه القضية المركزية، باعتبارها يعني هي قضية القضايا وتصدرت على أولوية اهتمامات العالم وتوارت يعني قضايا كبرى. يعني لم نعد نسمع عن أوكرانيا، لم نعد نسمع عن تايوان، عن هناك مشاكل وقضايا كبيرة توارت وبقي في رأس الأولويات وعلى قمة الأجندة العالمية هذه القضية. ولكن يعني هم يراوغون، الكل يراوغ، يعني الكل يتحدث عن حل الدولتين، ولكن أين الصيغة التنفيذية وأين الجداول الزمنية وأين الآليات التي تضمن يعني تحقيق هذا الحل؟ هذا فأتصور نعم، يعني ما زلنا نبحث عن صيغة تنفيذية لكل المبادرات كما أشرت ضيفي الكريم الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.